اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا ان انت انضميت لينا. الله يخليك، ده شرف لينا حضرتك. الله يخليك. والله والنهارده انتوا يعني نورتونا، وكان يوم عيد بالنسبه لنا واحنا كمان. والله امتى بقى العيل من دول يخش فيه احساس ان في كبير وما نخبى على القوانين دي من هو وعنده سنتين ثلاثه؟ اول ما يعرف ينتبه. احنا بنصطحبه معانا في حدث زي ده كده، بنصطحبه معانا يقعد على الدكه دي ويتفرج يا ابني يشوف كذا. يعني العيال دي كلها مسيرها في يوم هتبقى كده لازم، ولو ما بقاش كده يتعاقب. ما احنا قلنا كده اصلا. كلنا جينا احنا قلنا كده، بس احنا كنا غاويين كده. هو ما ينفعش الدنيا تمشي طبعا تبقى سهله خالص. لا. هنا في الصعيد ما ينفعش ان احنا نبقى قاسيين بالشكل اللي هو نخلي الجيل يكرهنا او يعني ينعزل او نعمل حاجز ما بيننا وبينه. لازم بس يبقى في احترام. لازم احترام. في قواعد معينه، عادات وتقاليد لازم تبقى ثابته موجوده. يعني الاحترام لازم يبقى موجود طبعا. الاحترام مفيد. ما فيش تحدي، ما فيش. والاعراف مفيده طبعا. بس مثلا ليله زي دي ما تاخذنيش، يعني انا واحده ست قاعده في وسطيكوا عشان انا غريبه وانا مذيعه، فانا قاعده في وسطيكوا وشايفه ومبسوطه. تمام. الستات ملهاش نفس يعني تتفرج على الحلاوه والجمال ده؟ سيدي هي الستات بتتفرج، وحاليا هنا عندنا في الصعيد في مساحه من الحريه طبعا. الناس دلوقتي بدات يعني الست بتروح تشتغل وبتروح في ناس متعلمين كتير قوي انا قابلتهم. بس احيانا بيبقى يعني وضع بعض الحواجز بيبقى مفيد للحياه، بس ما بنمنعش. يعني حضرتك النهارده لو بصيتي كده على الخلفيه هتلاقي جنبنا كده في الخلفيه كلها بيبص. في ستات واقفه بتبص وبتبص. اخر سؤال عايز اساله لك، ايه ميزه المزمار للتحطيب؟ ليه مهم ان يكون في المزمار في التحطيب؟ هو مش كل زمار يزمر، مش كل زمار يزمر. هو عم عبد الله الصراحه تبارك الله عليه بيديك الروح بتاعت العصايه، يخليك تلعبي. راي محترم بيديك اللي انت عاوزاه، وراي بيزمر صح زي ما انت سامع كده. تمام. وراي يعني ما عندوش افتراء ولا عنده شراع الحياه تاني. في ناس تراع لله للنقطه، هو ما عندوش الكلام ده. فنان راي بيطلع اللي عنده كله، والناس بتحبه قوي ما شاء الله. خلاص. انا نفسي بقى اروح اتكلم معاه. لا تفضل. شكرا جزيلا.